السلام عليكم إخواني، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة وأن يدخل علينا رمضان باليمن والبركات وعلى جميع الدول الإسلامية إن شاء الله، وأن ترفع عنا هذه الغمة ويرفع عنا هذا البلاء، فهو على كل شيء قدير. اليوم إن شاء الله سوف نتعلم طريقة بسيطة لتفريغ الرسوم من الألوان لإنشاء أول كتاب لنا في خانة كولورين بوكس. فسوف نبدأ بطريقة بسيطة، ومن بعدها إن شاء الله سننتقل إلى ما هو احترافي. إذن أولا، كيف سأجد هذه الصور التي سوف أقوم بتفريغها؟ ثم ثانيا، كيف سأقوم بتفريغ هذه الألوان لأضعها كمحتوى لكتابي؟ فبالنسبة لمصادر هذه الصور، فقد قمت في منشور سابق في حسابي الشخصي على الفيسبوك بوضع مجموعة كبيرة من المواقع التي تعطيك صور بدون حقوق الملكية ومجانا، وسوف أشاركها معكم في وصف هذا الفيديو. وحتى أكون صادقا معكم إخواني، فيجب عليك التغيير قليلا عليها لتتجنب أن يكون قد حملها شخص قبلك وقام باستعمالها. إذن على بركة الله. والآن إخواني سأريكم ثلاث مواقع أشتغل بها شخصيا. فالموقع الأول هو بيكساباي، ثم الموقع الثاني هو فيكتيزي، والموقع الثالث هو فريبيك، هذا لدي فيه اشتراك شهري. فأولا سأريكم نوعية الصور التي ستقومون بتحميلها بغية تفريغها من الألوان. فمثلا سأختار أبل، وستختارون هذا الاختيار Image Vectorial، فهذا الاختيار يعطينا صور للأشياء أو رسومات. فمثلا سأقوم بتحميل هذه الصورة، ما علي إلا تحميلها، وأقوم باختيار هذا الاختيار يعني الأكبر حجما، لأنه يعطيني الصورة أدق وعند الاشتغال عليها لا تتأثر. ثم أقوم بتحميلها، أنا قمت بتحميلها سابقا. فالشيء الذي سأنبئكم عليه هو أخي الكريم، عند محاولتك لرفع أي صورة دائما تأكد أن تكون مثل هذا الشكل، يعني صورة رغم أن فيها بعض الانعكاسات لكنه قليل جدا لا يتأثر. وكذلك مثل هذه الصورة يظهر لنا لون واحد، فكذلك سوف أقوم بتحميل هذه الصورة بهذه الطريقة كما قلت لكم سابقا. من الأفضل أن تقوم بالتسجيل في هذا الموقع فهو مجاني، عند التسجيل فلا تظهر لك هذه الخانة أبدا، سوف تقوم بتحميل الصورة مباشرة. والآن ها هي قد حملت هنا، أقوم برفعها، سأضعها في هذا المجلد الخاص بالشرح هكذا. والآن سأريكم الطريقة كذلك في فيكتيزي، فهو هنا يعطيك كذلك مجموعة من الاختيارات. فمثلا أختار Animals، ها هي الاختيار كذلك في هذا الموقع فيكتور، فالصور التي عليها برو فهي ليست مجانية، والصور الأخرى فهي مجانية. سنحاول اختيار صورة ما، ودائما حاولوا أن تختاروا الصور التي بها ألوان أقل وبها يعني انعكاسات أقل حتى تظهر واضحة لنا عند محاولة تفريغها. فانظر معي هنا عدد الصفحات، يعني عدد كبير جدا، فما عليك إلا البحث أخي حتى تجد مبتغاك. ثم الآن ننتقل إلى هذا الموقع هو الخاص بدرسنا، نقوم بتحميل الصورة التي نريد أن نفرغها. فمثلا سأختار هذه الصورة، والآن نقوم بضبط هذه الإعدادات حتى تعطينا الصورة أكثر وضوحا. فهذه
تتحكم لنا في اللون الأسود والأبيض، كلما ذهبنا إلى اليسار إلا وكانت نسبة السواد أكبر، يعني سوف يظهر لنا الخط الأسود واضح جدا. وهذه كذلك خاصة بالحواف، يعني هنا الصورة تكون حادة وهنا تكون ناعمة. سوف نقوم باللعب بهذه الإعدادات حتى نتحصل على الصورة التي نريد. فشاهد معي أخي، هذه هي الصورة الخاصة بنا، فهي صورة جميلة جدا. ثم نقوم بتحميلها بهذا الاختيار، ثم سيف. نذهب إلى هذه الصورة وسنشاهد كيف ستبدو. يعني صورة جميلة، نقوم بوضعها في المحتوى الخاص بنا. نأتي الآن ونقوم بتجربة ثانية، نختار هذه الصورة التي قمنا بتحميلها سابقا، ثم نضيف القليل هنا، وهي الصورة كذلك جاهزة. فكلما كانت الصورة بدون انعكاسات وبدون ألوان كثيرة إلا وأعطانا هذا الموقع نتيجة رهيبة جدا. شاهد حتى عند اقتراب من الصورة فتبقى الصورة واضحة، إذن فهي صورة جميلة، سوف نضعها في المحتوى الخاص بكتابنا. هذه الطريقة إخواني خاصة بالمبتدئين أو الأشخاص الذين لا يجدون الوقت للاشتغال في الفوتوشوب وإلستراتور، لكن في قابل الدروس إن شاء الله سوف ننتقل إلى مستوى أكبر وأكبر، فكلما تقدمنا في الدروس أو دروس الدورة إلا وسوف نرفع المستوى خطوة بخطوة، لأن هناك أشخاص بدأوا معنا الدورة ولا يجدون التعامل مع هذه الأدوات كفوتوشوب وإلستراتور ومجموعة من الأشياء الأخرى، لذلك نحن نحاول أن نبسط الأمور حتى تعم الفائدة إن شاء الله. في الفيديوهات القادمة إن شاء الله سوف نأتي بدروس حصرية إن شاء الله، لذلك إخواني ادعموا القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس والضغط على الزر ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء، فبدعمكم نستمر. وأي تساؤل كان لديكم ضعوه في التعليقات سوف أجيب عليه إن شاء الله في أقرب وقت. ولديكم كذلك الحساب الشخصي فيسبوك، فأي تساؤل ادخل إلى الصفحة الخاصة بي فسوف أجيبك في الحين إن شاء الله. وإلى اللقاء إخواني الكرام.